أهلا بكم في هذا الفيديو. راح نتعلم كيفية إضافة فيديو للستوري، طبعا يكون فيديو طويل يتجاوز مدته أكثر من 20 ثانية. طبعا الفيسبوك ما يتقبل ستوري أكثر من 20 ثانية، وإذا كان الفيديو كبير لابد أنه نقطعه حتى يكون عدة ستوريات. في هذا الفيديو راح نتعلم الطريقة الصحيحة لإضافة فيديو طويل مهما كان طوله. خطوات كلش سهلة وبسيطة. نذهب إلى الماسنجر، فيسبوك ماسنجر، ونذهب إلى أي محادثة، مثلا هذه المحادثة، ونضغط على خيار الميديا إرسال صورة. بعدها نختار الفيديو، مثلا راح اختار هذا الفيديو اللي حجمه دقيقة وثلاثة واربعين ثانية. وطبعا بإمكانك تختار 5 دقائق 10 دقائق، بأي فيديو ممكن يكون ستوري على الفيسبوك. بعد ما تختاره، قبل ما تضغط على إرسال تضغط على تعديل. بعد ما تضغط على تعديل راح تضغط على قصتك. بعد ما تضغط على قصتك تضغط على إضافة، راح يتم إضافة الفيديو للستوري.